السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في هذه اللعبة الجديدة، لعبة بقاء اسمها The Front. كثير من المتابعين بلغوني عنها، فقلنا خلينا نشوف ونجربها مع بعض وتستاهل نسوي منها سلسلة ولا لا. تابعونا. طيب يقولك يا تأخذ لك في ميل يا ميل، يا في ميل يا ميل، ناخذ لنا ميل. تمام، ما نعرف ليه لبسين لبس النوم ونكتب اسمنا زندار. انا اسمي دائما احبه اخوه زندار، صح انا كشكول جيمر لكن الاسم اللعب حقي زندار. طيب كيف وجهه؟ ناخذ وجهه هذا؟ لا لا لا، هذا الوجه حلو ممتاز جيد، بس الشعر قصة الشعر ما عجبتني، نبغى شعر مسبسب. ممكن شعر مسبسب؟ لا هذا مو حلو. يا سلام يا سلام، كذا شعر بايع على عينك، انت رايح عرض ازياء، ما انت رايح تعيش في جزيره. يلا نبدا، يلا بسم الله. اوه دوب الشمس بتشرق، لسه الساعه 6:30. والله بس خطير الرسومات صح، ايش رايك يا كريم؟ الله خطير. اوه طلعت الشمس الحلوه، طلعت. انا احب الشروق والغروب. وفي ارنب جميل هنا ما اقدر اكلمه، تعال يا حبيبي ما اقدر يبغى لي شيء اضربك. اوه اخذنا حجاره، اخذنا حجره. في عندي مهمات لو تلاحظوا على اعلى يمين الشاشه، عندي مهمات. واول مهمه يقول لي جمع حجرتين، لا جمع خشبتين ومليان واربع حجرات. طيب هذه خشبتين هنا واربع حجار. يا سلام، ها اخذنا الاربع حجار. وهنا والله النار رهيبه شكلها، مره شكلها خطير. يا سلام ما نقدر نسوي فيها شيء؟ لا لا. ايش هذا؟ اوه اشيل الازرق يعني اقدر اجمع فيه، خذ جمع جمع منه. حلو حلو حلو. شارت نحاس، اوف اوف اخذنا طين رهيب والله، بس الدنيا مكسره وحالتها حاله. هنا ايش هذا المكان؟ مدمر، بس ايش رايكم في الشروق؟ خطير. طيب خش من هنا، في كرسي انا ما اقدر اقعد عليه. طيب هنا ايش في؟ في احد؟ هذا واحد جاي. لا لا تعال، لا لا اندس، شافني ولا ما شافني؟ الا والله شافني. والله ما عندي ولا شيء ولا سلاح ولا يعزلون. روح انت وجهك، ذبحني ذبحني. يا الله عليهم، دوبنا يا فتاح يا عليم. اخش احصل واحد في وجهي، يبغالي انتبه. ورجعوني في نفس البيت اللي انقتلت فيه، والله انهم هذولا مجرمين. فين راح؟ فين راح الرجال؟ معاه؟ شوف شوف اشرد اشرد، ايش الاجرام هذا؟ ايش الاجرام؟ شوف جثتي، والله ما اخذ جثتي. ما بدينا اللعب، والله شكل اللعبه صعبه، ما بدينا. شوف 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 شوف، معاه المسدس حقه، معاه الفاس، قتلني بالفاس، لا انتقم منك، بس باخذ اشياء يعني انا من زين الاشياء اللي عندي. ايوه دب 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 حجيك حجيك اجري 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 يا حبيبي. بدايتها اللعبة صعبة بصراحة، من بدايتها بدينا في الضرب، يعني ضرب ضرب ما في شتيمة عندهم. طيب خلينا نخش هنا. اوه شوفوا صرت احب الاشياء الزرقاء، في اشياء دائما نحصل شيء في الزبالة هذه. ايوه انا والله شكلي جيت عند مكان كله زبالة. ايش هذا؟ 111 حجر وكم وخمس، والله اللوت حقهم محترم محترم. بس خليني اغلق المهمه الاولى، ماني اغلق المهمه الاولى. يبغى لي كم؟ اربع فايبر. المنطقه هنا جميله، هنا في كام فاير، انا ماني عارف الكام فاير، بس حطوها كذا ما اقدر استخدمها، شكلها بس منظره. طيب ناخذ فايبر. تمام ناخذ من هنا فايبر. نحن دخلنا منطقه ايش؟ ما هي صحراويه، صحراويه هنا. ليه احس انه كذا في صحراء ما في غابات؟ خذ فايبر، جمعنا. المهم اوه اخذت اكسبيرينس تحت. هذه المهمات كل ما تغلقها كمان تاخذ اكسبيرينس. ممتاز ممتاز، انا ما عارف ليه الاكسبيرينس اصلا. يقول لك دحين سوي بيك اكس واكس كالعاده زي العاب كل شوف الكرافتنج هنا. هذه ايش هذه؟ اوه هذه وصفات تفتحها، واظن هنا يقول لك مثلا عشان تفتح هذه لازم يجيب ليفل اربعه. هذه الليفلات. وهنا اسلحه، فيها مسدسات وفيها ستراكشر. اوه لا 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 لا، اللعبه شكلها عميق، شكلها عميق. حلو شوف الارانب كيف كل مكان، والله ابغى اكل، انا باكل اكل. طيب خلينا نسوي البيك اكس والاكس. فهذا يقول لك الاكس الفاس وهذا البيك اكس. طيب شوف والله يبان هنا، والله اذا سويت كرافتنج اخذ اكسبيرينس. حلو ناخذ الفاس دحين. اوه هذا كله فاس، في العاده يكون فاس بيد واحده، بس والله فاس كبير كسر. يقول لي يبغالي دحين اجمع 30 خشب بايش؟ بالفاس كسر يا حبيبي. ايوه هذا الشغل. يا سلام اخذنا والله كثير، باقي لي كمان 9 واغلق من مهمه الخشب، وبعدين بعدها يبغاني اكسر حجار، يبغوا 30 حجار. ممتاز ممتاز. طيب حلو، يا سلام يا سلام. وهنا كمان واحده ثانيه. ها
غلقنا غلقنا اصلا غلقنا من الخشب. دحين يبغالنا نجيب ايش؟ نجيب حجار، والحجار زي ما انتم عارفين بالبيك اكس. وانا اخذت هنا توت صح؟ والله شوف انتبهوا ترى في حياه تحت وفي جوع وعطش. كل ايوه خبط 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 خبط. شوف المعده بتزيد، ايوه حتى المويه، والله حتى المويه بيزود لي اياه. طيب انا من فين جبت التوت؟ حصلته فين انا؟ حصلته هنا في الخشب؟ ايوه في الشجر، في الشجر. مهم جدا، مهم. صدق المنطقه هذه طيبه نقدر ننمي فيها. طيب جيب دحين 30 حجر، كسر يا حبيبي كسر. والله والله بس حصلنا حجار مره كثير. ليفل 2 نقدر نفتح دحين ايش؟ الوصفات. شوف الاكسبيرينس تحت بتمشي. اوه يقول لك دحين بيلد ايش؟ بيلد فاونديشن، بيلد شيلتر. طيب لسه انا ما خلصت مهمه الحجار، انا عندي 24 حجر وهم يبغوني 30 حجر. احس الخط صغير لكن يديك ايش؟ الشاشه تحسها واضحه من اولها لاخرها. طيب نبدا بالمهمات من الفوق لتحت. غلقنا المهمة واخذنا اكسبيرينس. شوف نحن ليفل 2 والخط البرتقالي تحت، والله اكسبيرينس حلو. دحين يبغاني اسوي ايه؟ سرير. حلو نسوي سرير يا حبيبي. انا بس ابغى اروح اقتل اللي قتلني هذاك، انا حاقد عليه. طيب كيف نسوي السرير؟ هنا شوف السرير هنا ممتاز. سوي سرير يا قلبي، سوي سرير ايوه عشان ناخذ اكسبيرينس. طيب ونجمع كمان احنا اظن الجوع، انا ماني عارف الجوع 30% هو كل هنا ايوه 37. ايوه لا تجوع وتعطش علي، انا اعرفهم شويه حيذبحوني. طيب سوينا السرير، نجي نقول واحد حطوا لي السرير هنا. ايوه حطوا هنا، والله سرير شكله خطير، اخذ جوته كذا. اظن دحين اذا متنا نرجع من هنا. حلو 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 حلو. بدل والله كيف الواحد يموت ورجعوه نفس المكان عند نفس الوحش؟ من اللعبه هذه خربوطيه. طيب بس الخطير بصراحه هذا الفايف، ايش هذا اللي قاعد اخذ؟ وطلعت ليفل 3. حلو اطلع يا حبيبي. دحين اقول لك افتح الوصفه حقت الوود فاونديشن، يعني نروح هنا. هذه بصراحه مره عجبتني، فنروح عند الاستراكشر اظن، نقول له افتح هنا. شوف اللي عليها صح يعني عندك، يعني انا عندي العلم. اوه هذا العلم موجود عندي، وعندي هنا هذا يقول لي يبغى لك ليفل 2، انا اصلا ليفل 3 فاقدر افتحه. اضغط عليه خلاص انفتح صح. هذا حتى هذا اقدر اسويه، اقدر اسوي الستون وول. ايوه افتح حبيبي. هذا لا يبغى له ليفل 4. هذا ايش هذا يقول لك؟ هذا يسوي جدران. ايوه ايوه افتح يا قلبي. حلو شوف، بس هذا ما اقدر افتحه لانه يبغى له ليفل 18. تمام. فدحين ايش المطلوب؟ مطلوب والله مطلوب مني اشياء كثيره، اني اسوي فاونديشن. لازم اسوي فاونديشن. عندي نوعين من الفاونديشن، هذه كبيره، هذه اظن عباره عن 4 فاونديشن ولا 2، اظن 2، وهذه صغيره. سوي واحده كبيره وواحده صغيره. تمام اظن لازم نسوي العلم كمان صح. خليني اقطع خشب عشان نسوي. بس المشكله الجوع، انا ما انا خايف الا من الجوع والعطش، لانه في بدايه الالعاب السرفايفل هي تكون المشكله وبعدين تنحل مع الوقت تصير انت ايش. فيبغى نهتم في الاكل. بيلد شيلتر يقول لك بليس فوق. ايوه طيب 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 نحن فتحناها دحين. يقول لك لازم نسوي كم فاونديشن؟ نسوي 4. انا سويت بس كم؟ سويت بس 2، فلازم نسوي 4. نسوي واحده كبيره كمان ونجمع خشب. جمع خشب يا حبيبي. يلا صحر يا حبيبي صحر. فينك يا طيف يا حبيبي؟ والله اشتقت لك، ان شاء الله تكون بخير. كل ما يجي تصحير اتذكر طيف. طيب شوف والله نظفنا منطقه رهيبه رهيبه رهيبه. حتى هذه الشجره كمان ابغى اشيلها عشان ناخذ خشب ونسوي كم. انا سويت 3 فاونديشن وابغاني اسوي 4 فاونديشن، 4 فاونديشن. طيب خلينا نقول له هنا يا حبيبي سوي لي 2 كمان. حلو اشتغل. يبغى لنا فايبر دحين، نجيب فايبر عشان كمان ناكل التوت، لا نجوع ونعطش، لا نجوع ونعطش. حلو. طيب اظن المكان هذا جيد. غلقنا من المهمه، غلقنا. شوف المهمه الفاونديشن دحين يقول لك حط الفاونديشن، سوي 4 فاونديشن عشان تنتهي من المهمه. ترى مهمات بالخط الصغير اللي فوق شايفين. طيب دحين خلينا نسوي الاربع فاونديشن حطيناها. انا اقول لكم ايش نسوي. خليها عاليه، خليها عاليه. ايوه هذه واحد. هذا الكبيره صح؟ لا نبغى الكبيره، نحن نبغى الكبيره. ايوه حطها كذا. ايوه اعلى شيء. حلو. طيب وهذا 2 وهذا 3 وهذا 4 وخلص المهمة حبيبي. ويا سلام واخذنا اكسبيرينس. ليه حمرة كذا؟ ليه يقول لك اضغط الاتش وشوف. الف لا الاتش. تنبني انت تحطها لسه ما غلقت، يعني ممكن مع الوقت تروح. طيب نستنى لها شوية. لا نحن نحط الفونديشن الاخيرة هنا. فين نخلي مدخلنا مثلا؟ من هنا. خلي مدخلنا من هنا صح. هنا نحط سلم صح، نحط سلم، نسوي نتفنن شويه. فين السلم؟ انا سويت السلم، سوي لي واحد سلم يا حبيبي. اظن نحتاج 2 سلم، 2 سلم. طيب ايش المهم اللي بعدها؟ نحط العلم حقي. اوه طيب سوي علم، سوي واحد علم. هذا العلم اظن اذا حطيته خلاص يقول لك انه المنطقه حقتك ايش انت. شوف خلاص هذا غلق، صار ايش؟ صار مغلق. باقي لنا الدرج، بس نحط الدرج هنا. لا مو ايوه كذا، واحد هنا
كنا اثنين سوي لنا سوينا درجين، ما سوى الا درجه واحد الا شوف درجه الثانيه سوى لي، معليش سامحني. يا سلام يا سلام، انا سويت بي لا 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 غلط غلط غلط، انا ما بسوي كذا يا حبيبي. ما نمسح، امسح كيف؟ اضغط اف، ايوه اضغط اف وقول له ايوه شيل، يديك اشياء حقت والله خطيره. طيب وحد يعني ممكن احنا ايش نسوي؟ كان اصدق كان ممكن نستفيد، لكن ما في مشكله نسوي اثنين فوند. حط 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 ونشيل هذا كمان، ايوه اوف طلعنا ليفل، انكسرنا وطلعنا ليفل ولا ايش طيب سوي لي درجين هنا، معليش معليش انا غلط انا غلط، انا كنت ابغاه هنا وابغى السلم يجي على هذه المنطقه. خلينا نحط العلم، لانه العلم يقول لك هذه المنطقه حقتك، فاذا بيهجموا يهجموا علي في هذه المنطقه. سوينا المهمه واخذنا الاكسبيرينس حق العلم، ودحين نحط الدرج بس كذا. ايوه شايفين الدرج، انا طلبت اثنين درجه، الدرجه الثانيه قاعد يسوي والله. طلع تعرف الكرافتنج ياخذ وقت، ياخذ وقت. اظن ما في، اوه هنا في اشياء اظن تقوي، بس كيف ناخذها؟ يبغى لنا نقاط عشان نفتح الاشياء اللعبه. لا انا قمت مخمخ فيها بصراحه، قمت مخمخ. حلو شوفوا كيف الفاونديشن حقي، شوفوا كيف يقول لك دحين بوم فاير. يا حبيبي هذا الشغل اللي نبغاه، نبغى بوم فاير. كيف الجوع عندي؟ طيب البوم فاير كيف نسويها؟ هذا البوم فاير، ايوه هذا يعني كان فاير. نحتاج فايبر يا حبيبي، ناخذ فايبر من هنا. والله الحيوانات هناك بنشوف الارانب، قطيع من الارانب. شكل اللعبه فيها مشكله. ايش اشوف كم ارنب هناك؟ ارنب هنا وانا كذا من عيني، واحد اثنين ثلاثه اربعه، ايش بهم؟ والله ما يدري ايش بهم. شكله عشان جيت مكان ما في اعشاب، يعني هي تحس بعض الاماكن تكون فيها اعشاب فما يبانوا، فشكلهم قاعدين يمشوا. يلا خذ 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 خذ، ممتاز ممتاز. ايوه نقدر نسوي بوم فاير دحين. ايوه سوي بوم فاير يا حبيبي، سوي وجمع لي من الفايبر، ولا تقول لي فايبر لا. المنطقه هذه بنخليها ايش؟ نبغى نصحرها. اهم شيء عندي دحين مو اني اروح اقتل اللي قتلني، هذا اهم شيء عندي، مره قاهرني. طيب غلق البوم فاير، غلق سواه، نروح نحطه دحين ونشوف ايش يقول لك. ولع البوم فاير، مو بس يبغاك تغلقه. سويته، شوف سويته، اخذت واحد من واحد، لازم تحطه وتولعه. طيب نحطه في وسط البيت اللي ما فيه لا جدران ولا، ليه حطوا لي اشاره يعني برا الاشاره؟ والله اقدر، ما نعرف ليه العلم ايش معناه. نحطه في وسط البيت، حلو، ونقول له اشتغل، واظن لازم نولع. يا سلام يا سلام، اخذنا اكسبيرينس ليفل 4 وسطها. يا سلام يقول لك دحين اطبخ لحم، طيب من فين اجيب لحم؟ انا ما عندي. طب خلينا اول شيء نسوي سلاح. انا عندي لحم؟ ما عندي لحم، شوف لحظه ما عندي ولا لحم ولا شيء. خليني اسوي سلاح، مطلوب اصلا اسوي سلاح، اسوي لازم افكه اصلا صح. فين الويبون؟ هنا هنا ويبون، هذه نقدر نسوي هذه الاشياء. هذا هو يبغى ليفل 3، انا اصلا ليفل 4 يا حبيبي. افتح يا حبيبي افتح، هذا ايش هذا؟ اوه هذا الرمح بس. افتح يا قلبي افتح، هذا لسه ليفل 5 عشان نفتحها. مره تعجبني حكايه الليفلات بهذه الطريقه. طيب لما فتحناها دحين نقدر نسوي ايش؟ نقدر نسوي الرمح، هذا الرمح الخشبي، رمح خشبي عشان نذبح الارانب اللي هنا عشان ناكل. الجوع عندي مو عاجبني بصراحه، مره مو عاجبني، فخليه بس يغلق الرمح. ايوه غلق، ايوه اقدر ارميه ولا بس بالضبط بالضبط بس ما يرمي. والله باقي لي شويه اصلا على ليفل كم؟ على ليفل 5. يلا تعال تعال يا حبيبي، تعال 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 موت وغلق، والله انتم كثيرين هنا. لو ترمي ايوه، ايش هو هذا؟ اي والله ضربه واحده سدحته. طيب بالسكينه ولا بالرمح؟ يمكن بالفاس، صدق كان يبغى لي سكينه. شوف اخذ لحم لحم، والله قعدت. هو صغير قديش والفاس حقي قديش كبره؟ اخذت منه 7 لحمات، 8 لحمات، 9 لحمات، 10 لحمات، وطلعت ليفل. يا سلام الحين المهم اروح اطبخ لحمتين بس، بس لحمتين. المويه كيف اسويها؟ طيب انا ماني عارف كيف اسوي، قاعد اشرب في التوت هذا، التوت يزود لي مويه ويزود لي اكل، لكن ابغى اشرب مويه انا بعدين، كيف اسوي ما اعرف. والله الفاس حقي من كبره يضايق الشاشه اصلا. تعال نجي هنا طيب ناخذ الخشب، مو كله مو كله خشب يا حبيبي، لا والله حرام عليكم انتوا بتاخذوا الخشب كله. خذ اول شيء اللحم، حط اللحم. طيب لازم احط اللحم كذا. طيب بعدين اديني نص الخشب، ما اقدر اخذ نص الخشب، والله ما نعرف كيف اخذ نص الخشب. يلا ولع. طيب اظن لازم تحطه هنا وتحط اللحمه هنا. لازم تاشر على كذا، تقول له كذا مثلا. عرفت. يقول ابغى كباب. طيب اخذها وسوى كباب. طيب ممكن اخذ الكبابه هذه يا حبيبي واكل الكباب، شوف كيف والله كباب لذيذ. عبالي كم الجوع، الجوع 32، ما نعرف هو يتعبى اكثر من لا هو عداد. انت تاكل وهو يتعبى بشويش، حلو. طيب غلقنا من المهمه هذه، يقول لك دحين جيب طاوله الكرافتنج، هذه اهم شيء في الحياه.
طيب طاولة كرافتنج ايش يبغى لها يا حبيبي؟ ماني لازم نفتحها اول شيء، اول شيء لازم نفتحها اللي هي هنا، نحن ما فتحناها. حلو، ايش طاولة كرافتنج والشطرطون فتحناها، ممتاز ممتاز. دحين نسويها، ايش المطلوب لها؟ مطلوب اجيب الخشب، اصلا الخشب حطيته هنا كله في النار، كيف اخذ نصه انا ما اعرف، بس خلينا ناخذ الكباب هذا حقنا عشان اذا جوعنا نقدر ناكل، لانه احس لازم نوصل لاخر شيء. شوف هو ياكل والعداد بعدين يجي يرفع الجوع. اوكي، المطلوب يسوي كرافتنج تيبل ويسوي شطرطون، اثنين شطرطون. اوكي، خليه يغلق الطاوله حق الكرافتنج هنا، ممتاز. ايوه اقول لك انا ليه بيتي كذا بدون بيبان وبدون شيء، صح؟ خليني اسوي جدران. فين الجدار؟ في هذا، في جدار، هذا جدار كبير، لا خلينا جدار صغير كذا. تيب 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 تيب، كم كم؟ اربع جدران، سوي اربع جدران حبيبي وبعدين نحط الطاوله، بس خلي الجدران تغلق عندنا. صراحه اللعبه شكلها للان خطيره جدا ومبسوط فيها بصراحه. طيب جانا الجدران، اوكي ايش نبغى نسوي؟ نبغى نسوي اصلا، تقدر تغير اشكاله ولا ما تقدر تغير؟ الا والله تقدر تغير، ممكن نخلي شباك، شباك شوف يعني مثلا، لا خلينا هذا الباب، فين هذا الباب؟ الباب من هنا. طيب من جوا، ايوه كذا المدخل، ايوه حلو حلو. شوف الخشب من جوا والثاني من هنا، حلو. هنا لا يا حبيبي، نخليه مصمت، واحد مصمت، تمام تمام. وهنا نخلي واحد شباك، حلو بصراحة البناء، ممتاز ممتاز. وهنا واحد مصمت، حلو. وهنا غلق، غلق من عندي، يبغى لي والله اسوي، خليني اسوي، اقول له ابغى ايش، ابغى اسوي، اروح اجيب ايش يبغى لي؟ يبغى لي اجيب خشب وفايبر، يلا نشتغل على الخشب والفايبر ونجيب بيبان. يلا ترى سوينا شويه جدران، حلو، يبغانا كمان نسوي بيت. شوف كيف والله شكله خطير، والله والله شكله مره خطير. اوكي، حط لي واحد هنا، يا سلام، واحد هنا، لا يبغى لنا شبابيك يا حبيبي، الشبابيك، الشبابيك نحط لي واحد شباك هنا، ايوه واحد شباك هنا. طيب وبعدين مصمتة، مصمتة اوكي، وهنا مصمت برضو، وهنا مصمت، قدام هذا اللي هنا نسوي شباك. اوكي نسوي واحد شباك هنا، واحد شباك في الوسط كذا، لا تعال هنا، يا سلام وغلقت. يبغالنا نسوي لنا بس واحد باب، لا سويت باب كبير، باب كبير سويت بالغلط. لا ما ابغى، ما ابغى، يا سلام. وهذا الباب الاخير، هذا الباب الاخير، يا سلام. لا لا يبغى لي جدار ثاني كمان، اوه نسيت. طيب انا عندي الحين مشكله المويه، كيف اجيب مشكله المويه؟ يقول لك كرافت وود وول سوينا، ولازم ويندو سوينا، لازم نسوي لازم نبدا. طيب 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 خلينا بس اول شيء يقول لك نحط الكرافتنج تيبل حقتنا، نحطها هنا، حلو. هنا حط لي واحدة كرافتنج تيبل حلوة جميلة، يا سلام شوفوا كيف المطرقة والمسامير. يقول لك دحين يبغاك تسوي اثنين شطرطون من الطاولة، كم عندي؟ يبغى لي فايبر ويبغى لي من هذا. لازم اروح اجمع. بس ايش رايكم في البيت؟ والله شكله خطير. غلق الباب هنا، يغلق غلق 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 غلق. دحين يقول يبغى لي اسوي نوافذ، شكلي لازم افتح حق النوافذ، فين مكان النوافذ؟ نروح هنا ونقول له في الاستراكشر وريني شوف النوافذ هنا اللي في الأربعة، أنا يا سلام أفتحها، نفتحها نقدر نسوي النوافذ. الحين نبغى كم شباك عندنا نحن؟ أربع شبابيك، ولا ما أقدر أسوي الاثنين، عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كمان خمسة شبابيك. أوكي بعدها يبغالي أسوي باب، فين الباب؟ هنا يقول لك سنجل دور، يبغالنا نجيب خشب، لازم نروح نجيب خشب. طيب طيب لازم عندنا شغل كثير. غلق الشباك، شوف يا سلام على الشباك، أفتحه ما ينفتح إلا والله ينفتح. يبغالي أسوي كم؟ سويت كم؟ يبغى لي اسوي واحد شباك، صدق هو مطلوب واحد شباك، واحد باب. طيب بس لازم اروح اجيب خشب، خليني اكسر الخشب اللي حوالينا المنطقه، المنطقه هذه اصلا ليه لازم اخذها هذه؟ انسى اني اخذها، هذه فيها خشب، شايفين؟ هذه فيها خشب، حلو؟ ونجي نكسر هذا. والله اللعبه انا مخمخ فيها بصراحه، واظن حتكون مره حلوه لما تلعبها مع اصحابك ضد ناس ثانيين. تمام نسوي واحد باب عشان نغلق من المهمة ونرجع، والله بس خطير. يبغانا دحين نشتغل على ايش؟ على السقف، السقف دائما يتعبني في الالعاب. طيب خلينا نسوي الروف، خلينا اسوي منه اربعة دحين ونشوف كيف نقدر نسوي السقف باحترافية. طيب نجي هنا نقول له يا حبيبي سوي لي شريطين، فين؟ انا جبت هذا، فين؟ لازم نحط، لازم نحط الاشياء هنا يعني في الفن. قول اشبو كذا، ايوه دحين اسوي اثنين، حلو سوي لي اثنين
عشان المهمة مطلوب اني اسوي اثنين، وغلقنا المهمة اللي فوق وناخذ اكسبيرينس وليفل 6 يا حبيبي، ليفل 6 ما في كلام. الحين طيب يبغالي اسوي الباب، ما سويت الباب انا؟ لا والله ما سويت الباب الا اللي سويته. شوف رقم 5 يقول لك هنا، يا سلام يا سلام يا سلام، باب جميل. شوف الشباك اقدر افكه اصكه، ما اقدر اسوي شباك ثاني كمان. ايش المطلوب؟ الفايبر حطيته جوه الطاوله هنا، نقدر اخذ الفايبر يا حبيبي وهاته هنا كله. ايوه لا لا كله ايوه ايوه خلاص نسوي دحين. كم طاقه؟ 4 طاقات. حلو. وش الخشب قام يغلق؟ والله كل ما اجيب خشب يغلق. دحين ابغى اشوف السقف، كيف اقدر اشتغل على السقف؟ اول شيء نحط الركنيه، تمام. اول شيء نحط الركنيه، ايوه يا سلام يا سلام، وهنا ركنيه. حلو 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 حلو. لا اظن ان شاء الله باذن الله حنبدع، حيطلع بيتنا جميل جدا وشكله الشمس. والله المويه عندي مشكله في المويه، من فين اجيب مويه؟ من فين اجيب مويه؟ حموت حموت، انا ما عندي مويه. البحر اشرب منه يعتبر مويه ولا لا؟ خلينا نروح نشوف. والله غريب. يلا خذ شوف الدنيا، والله نظفناه كانت اول غابه. هذا بحر ولا مويه؟ ما تدري والله. بعض الالعاب يخلوك تشرب وبعض المرات ما يخلوك تشرب. ايوه 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 سي ووتر، موية بحر. والله شرب من موية البحر، ايش الدلاخة هذه؟ طيب يبغالي واحد ارنب اصيده، المفروض اني اسوي سكينة. فين الادوات؟ ايوه نحصل هنا عند الادوات الاسلحة سكينة. فين السكينة؟ ايوه فتحناها، صدقوا لا ما فتحناها. سكينة وايش هذه؟ والله فيها اشياء كثيرة. افتحها يا حبيبي وخلينا نسوي لنا السكينة الجميلة. يا سلام هنا، حلو حلو. سوي سكينة عشان نقدر ايش؟ نقدر نصيد الارانب الجميلة اللي هنا ونطلع منها لحم، مع انه الفاس جاب لي 10 لحمات، يمكن السكينة يجيب لي اكثر. تعال 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 هنا، والله رايح انت عند النار عشان تطبخك. احلى شيء انه ارنب يمشي بشويش في هذه اللعبة، اول ضربت واحدة ضربة مات. هذا ارنب يشبه كذا قوي. طيب ايوه يلا قرطسه يا حبيبي، ايوه قرطسه. كيف؟ ما انا صدق ما يضربه. ايش هذا؟ يعني لازم بالفاس؟ ايش التخلف؟ والله بالفاس اظن. طلع ليفل 7. اطلع حبيبي ليفل، اطلع وخذ اللحم حق الارنب الجميل، نتعشى فيه ونتغدى وكل شيء. والله هذا طلعنا منه كم لحمه؟ 12 لحمه. هذاك الارنب اللي فات اخذ منه 10 لحمات. حلو حلو حلو. طيب ايش المطلوب دحين؟ اني اسوي صندوق. انا اهم شيء عندي لحين اليوم ما اغلق الحلقه هذه الا لما اذبح اللي ذبحني. الا اذا شرد هو راح. طيب خليني اغلق السقف حق البيت حقي. ايش بو السقف؟ ايش بو السقف كذا؟ ما هو عاجبني. لا غير شكله وخليه ركنية. ايوه تعال نغلق البيت الجميل حقنا المحمتك. حلو هنا، لانه شكله حيجينا الليل ونحن ما غلقنا من البيت الجميل. طيب وبعدين نقدر نغلقه ونخليه كذا. ايوه كذا وهذا كذا. يا سلام، ما انا عارف هو ليه يحمر، اظن لازم نجيبه كذا. يا سلام وكذا واحد. حلو عندنا كفاية ولا كمان نسوي زيادة؟ لا عندنا، وهنا واحد ثاني. يا سلام على البيت الجميل، البيت الرهيب. طيب وغلقت من عندي وغلقت من عندي الروف. سوي روف يا حبيبي، سوي 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 قد ما تقدر. حلو ممتاز. مطلوب اني اسوي صندوق، يعني لازم افتح الصندوق. فين الصندوق؟ مو في الاستراكشر هنا؟ لا اظنه هنا. ها هذا الصندوق، سوي واحد صندوق. مطلوب مننا نسوي صندوق جميل. ايش المطلوب؟ مطلوب حبال. كيف نجيب الحبال؟ الحبال ايوه. طيب كم حبال يبغى؟ يبغى حبلين. فنقول له هنا يا حبيبي سوي حبلين، سوي 5 كمان. والله ما تدري عنك انت، عبال انا ما اسوي الروف. 7 روف هنا وروف هنا. يا سلام باقي اللي هنا في الوسط، هذا كيف حنسوي الروف اللي في الوسط هنا؟ برضه نحط ركنيه. نشوف نشوف، سوي لي روف ونحن حنشوف كيف. كمان 5 سوي لي. حلو بس خليه يغلق. اوه لسه هو شغال على الروف اصلا، شغال. ايوه كيف نخليه؟ نخليه مثلا الركنيه برضه يجي. لحظه نشوف هنا كذا. ايوه ركنيه كذا. اي أيوة والله جاء، والله جاء يا حبيبي، وبيتنا الجميل، بيتي عندي بيت يا ناس عالم. بس احد يجي يذبحوني دحين، يسمع عندي بيت يجي يذبحوني. لا خليه ركنيه، قلنا نبغاه ركنيه، فندوره كذا. والاخير نقفل علينا البيت اللي بهالطريقه اللي هو 7 7 7 7 يا حبيبي. ايوه دور. لا خليه ركنيه وغلقنا غلقنا. شوف بيتنا، خلينا نشوفه من برا كيف شكله. الله رهيب والله، اشتغلنا شغل اليوم، اليوم اشتغلنا شغل، بس احسه جريته بطيئة ما هو سريع. واو ايش رايكم بس؟ ايش رايكم في البيت؟ والله بس يبغالي اسوي شباك هنا كمان. ليه ما سويت شباك هنا؟ هنا شباك حلو، حلو خذ هذا الخشب اللي هنا، وبرضه هنا حلو الشبابيك، بس برضه لازم هنا في الركنيات شباك هنا وشباك هنا.
المفروض يطلع بيت مرستك. هذا انا ماني عارف شو يقول لك، يقول لك حط لي فايبر يطلع ليفل 2. والله ما يداري في اشياء في العالم هذا لسه ماني فاهمه. طيب سوينا الصندوق نحن صح ما ولا ما سوينا؟ نقدر نسوي دحين. ايوه سوينا حبال نحن، فنقدر نسوي الصندوق بعد ما نسوي الحبال. هو ما نعرف انا لما امشي يوقف الصناعه؟ لا ما يوقف، دحين قاعد اسوي الصندوق. طيب انا ابغى اسوي سهم ورمح عشان اذبح اللي كان بيذبحني هذاك، فينه هذا؟ بسوي واحد هنا، يا سلام. ونسوي ستون ارو، كم نسوي؟ نسوي 10. حلو، سوي 10. غلقنا من الصندوق، غلقنا من الصندوق، نجيبه هنا الصندوق فين؟ في جنب، في جنب الكرافتنج تيبل. حلو، يا سلام، صندوق جميل جدا، نفتحه ونحط فيه الاشياء اللي ما نحتاجها. بس الحين امورنا كلها طيبه. خلوا اللحمه هنا يا حبيبي، هات اللحمه هنا ونحط اللحمه هنا ونقول له سوي لي كباب، سوي لي كباب قد ما تقدر. والله 7 كباب. حلو، يبغى لي خشب. مو معقول ارمي لك الخشب حقي هذا كله، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب نجيب خشب ثاني، بس انت سوي لي كباب لاني قمت اجوع. تمام، البيت رهيب ورضاءة خطيرة، وهذا لازم نسوي هنا، قلنا ما شباك هنا، ونسوي كمان هنا شباك صح؟ لازم نشتغل ونسوي شباك عندنا نحن هذا. اسوي اقول لك؟ لا والله لازم نجيب خشب. طيب غلق من عند الرمح، بروح اذبح هذاك، بذبحه. فيلو فيل رقم 8، يا سلام والله خطير. شوف إيه، لا 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 ترمي، لا 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 ترمي، تضيع علينا. خلينا نروح ننتقل من هذاك اللي ذبحنا، خلينا نروح ننتقل منه. أظنه كان موجود هنا، إلا إذا راح ولا خاف ولا كيف. فين رحت أنا حتى؟ إيه شوفوا شوف شال. أوه والله صعب هذا. تعال تعال تعال، إيش خاف ولا إيش هو؟ ما هو عارف أصلا يصيدني ولا أقول لك. تعال بالرمح، تعال بالرمح، أنا حاقد عليك. قتلتني بال، شوف قاعد يجري. فين الفاس اللي قتلتني فيه؟ راح أجيب الفاس. أيوه طق، يروح. شكلك ايش حاطط في حلقه؟ هيقتلني والله، شكله هيقتلني. قتلني مره ثانيه، ايش هذا؟ مره صعب. فين قمت؟ في البيت حقي؟ لا قمت عنده، هذا احلى شيء، يطلعوني عنده. والله مره صعب، ايش هذا؟ وقرنبة عندي، يلا هات القرنبة حقك كلها. والله مره صعب، يعني ضربته الحياه حقتي على طول تروح. طيب هو حبس، ايش هذا؟ انا في شيء ثاني طايح كمان، هذا نسيته. طيب فين راح؟ شوف هو اظن متعور، صدق مرة السهم التصويب تعبان. يا الله بقي له قليل يتعور اصلا. ايوه شوف الهيت بوينت حقته، واحد ضربني من هنا. ايش التعبيد؟ والله بهدلوني السهم والرمح قوي، وبعدين اثنين علي. شوف هذاك ابو الفاس اللي قتلني ولا ايه؟ ماني داري، ادى صاحب الفاس اصلا. خذ اشياءك بسرعه قبل ما يجوا. جاري جاري، ابغى اغلق. ممكن ممكن بعد عني. ايوه خلينا امشي وانا ماشي اضربه كذا. ايوه بعد بعد بعد. ايوه يا سلام. ايوه عشان ما يضربني. ايوه شوف كيف انا ورايا ورايا. تعال 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 يا حبيبي، تعال باقي لك شويه تموت، باقي لك شويه وتموت. تعال ايوه ايوه. ما ادري مين هذه، واحده كمان طلعت. صدقوا لا لا، لازم انتقم، لازم انتقم، انتقم انتقاما شديدا. خلينا ارجع لهذاك. ايوه عرفت كيف اقتلهم، عرفت كيف اقتلهم. اجيب ورايا، خليه يجري ورايا وانقج فيه، وانقج فيك يا قبي. شوفوا شوفوا هذاك اصلا باقي له كثير. شوف ارجع لورا، بس ارجع. ايوه تعال تعال يا حبيبي تعال. شوف ما هو شايفني، ما هو شايفني. يا سلام، وبك وبك. موت موت يا مجرم، قتلتني مرتين. موت، انتقام لذيذ لذيذ جدا. وديتني موزة يا حبيبي، هات الموزة حقتك. والله قشرتها واكلتها. حلو، ايش فيه شيء هنا؟ ايش فيه؟ يا سلام، افتح حبيبي افتح. واو هذا ايش؟ هذا جدار حجري، وهذا ايش؟ ارض حجرية. واو خطير والله خطير. طيب ناخذ منهم اشياء، الاشياء اللي بالزرقة بس تنفتح، اللي مو بالزرقة ما تنفتح. حلو حلو كثير. خلينا نشوف هنا المنطقة هذه. والله اللعبة انا عجبتني، بس قولوا لي ايش رايكم فيها. هذا نحن ما قدرنا ناخذ منه شيء صح؟ ما في. بعدين طق 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 الرجول حقته. طيب المكان هنا في اي صندوق ازرق؟ ما في اي صندوق ازرق. نحن اخذناها من هنا ولا لا؟ هذه باقي الاثنين خلاص. اذا ما في نروح للقاعد حق. شوف 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 على القارب، على القارب فيه. افتح حبيبي افتح. ايش في؟ مدري بورد ستون فلور. حلو اخذنا شيء هنا. الليل جاء، الليل جاء. سوي شعله حبيبي. اوه يبغى لي خشب، ما اقدر اسوي شعله الا بخشب. نشوف هنا ايش يعطوه. ما في. اوه شوف السرير هنا، مسكين قتلناهم كانوا نايمين على الشاطئ الجميل. طيب نشوف البيت الاخير هذا، ما دخلناه. يا سلام، في شيء هنا، في شيء. ايوه خذ. ايش هذا؟ والله يقولك بهارات.
اقول لك خليني ارجع القاعده حقتي. جانا الليل خلينا نسوي شعله نشوف كيف الشعله في الجيم هذا. هنا احط هذا عشان احط لي الشعله هنا. يا سلام هذه الشعله خلينا نشغلها. واو واو. طيب اعزائي المتابعين ايش رايكم في اللعبه؟ بصراحه عاجبني فيها البناء، انا ماني عارف كيف قدام، بس قولي رايكم في الكومنتات، واذا عجبتكم اللعبه لا تنسوا تعطونا لايك، وفي امان الله.